السلام عليكم ومرحبا بكم في تلفزيون تشاد انفو من داخل استديو محمد حسين. النشرة الأخبارية وعناوينها: في حركة تبدو إنها رسالة قوية نحو استمرارية السياسات الراشدة، قامت الحكومة الجديدة بإعادة تعيين وزير المياه في منصبه وبتحديد جهود إدارة الموارد المالية وتحقيق الأمن المائي. مع إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة للحكومة تتمثل في انخفاض نسبة تمثيل المرأة في المناصب الوزارية والقيادية. ومن ناحية الرياضة، تتجسد أهمية الرياضة في كونها مجال التنافس والترفيه، ولكنها أيضا وسيلة لتعزيز الصحة العامة وتوحيد المجتمعات. مرحبا بكم من جديد. قبلوا من جديد في الحكومة وزير المياه كانابي باسالي مارسيلين، نصبوا في يوم 29 مايو الأمين العام النائب من الحكومة صالح بورما بالزيادة للوزارة هنت المياه والطاقة. مزيد من التفاصيل مع الزميلة حبيبة أنجيني محمد. في 5 شهر المسؤولة السابقة عن الطاقة خلت وراء مشاريع كثيرة. وندوغونا بكاسري راجيم الوزيرة السابقة هنت الطاقة قالت الوزارة إنها شراكة مع الشركة انترناشنال سولير أليانس القاعدة تخدم مع واحدة جمعية هنت البلد، وإنها واحد بوين فوكال وواحد مراسل القاعدين بتابعوا النشاطات عن البنى عن الميني سنترال في اللاباتين والمدارس. وكمان المشكلة هنت الصندوق عن التنمية هنت الطاقة المهمة للتشغيل عن المؤسسات التابعة للوزارة. قبل في بكانا وزير المياه والطاقة قال هو بعرف التحديات القادة ترجع وطلب من مؤاوننا خلي يخدموا بزيادة. كان في الجهود التخص الوصول للمياه بقت كلها في الكهرباء لسا ضعيفة وهي 6.4% على حسب البنك العالمي. وفي نفس الإطار هنا التنصيب هنا أعضاء الحكومة الجدد الأمين العام النائب من الحكومة صالح بورما نصب يوم 29 مايو 2029 وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي والرقمنة هنت الإدارة السيد بوكار ميشيل البدلة لعبد الرحمن كلام الله، ووزير الثروة الحيوانية والإنتاج البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب البدلة لعبد الله ديار مقودي بشكل دائم، وأمينة الدولة في المالية فاطمة الجنيه محمد جرفة الخلت مكانها لعلي جادة كمبار. انخفاض تمثيل المرأة في الحكومة الجديدة الجمهورية الخامسة، وده قاعد يجيب الكلام وردود أفعال كثيرة، من 30% دلل هدي 23%، كثير قاعدين يستنكروا المدافعين عن حقوقها والقاعدين يطالبوا باحترام النصوص الصادقت عليها الحكومة التشادية لصالح الأوين أو المرأة. مزيد من التفاصيل مع الزميلة حبيبة أنجيني محمد. تماني ده عدد في الحكومة هن ألا ميها لنا الأوين أول هم 10 سنين في الحكومة القديمة، وأربع منهم خسروا بكانهم، والخسارة المفاجئة دي قادة توقف الحرب للمساواة عن الجنسية. في مسألة تمثيل النساء في حكومة الجمهورية الخامسة من ضمن 35 عضو في الحكومة التي تم تشكيلها في يوم 25 مايو السابق، نحن لدينا 8 نساء بنسبة أيضا 22.58%، وهذه النسبة لا تتناسب مع الكوتا اللي هي مقصصة للمرأة من قبل السلطات العليا و 30%. في تشات المساواة هنت الجنس في التعيين في المناصب هنت المسؤولية للسماء ظاهري الأوين ياهسة ما قادم في المناصب الأولية هنت البلد. الأخبار المختصرة والأساسية والمقدمة من تلفزيون تشاد انفو مع الزميل جعفر عمر أبو بكر. في واحد بيان كان نشره يوم 29 مايو بخصوص الحالة هنت العقوبة عن الإعدام في العالم، منظمة العفو الدولية ذكرت بكونه في عمليات هنت الإعدام في أفريقيا قاعد بيزيد 3 مرات من الأول، ولكن بس في دولة واحدة، وإذا كانت دولتين في أفريقيا طبقوا النظام ده هم جنوب عن السودان والصومال يعتبر عقوبة هنت الإعدام في سنة 2022، والصومال وهدى في سنة 2023.
نفذت 38 عملية عن الإعدام. العدد عن الناس بيزيد 3 مرات أكثر من سنة 2022. وفي السنة الفات ما في أي من دولة عن أفريق تخلي العقوبة هنت الإعدام. وبدأ كل النصوص الكان يتمدو في غانا وليبريا وزيمبابوي قدروا سوى التقدم وحققوا الأرقام زاد بنسبة 66% لبوصل ل 494. ونيجيريا وهيدا كي العدد زاد من 77 ل 246. منظمة العفو الدولية سوت وخطت البيانات اللي بيشيلوه بأهمية. والعمليات هنت الإعدام ده وصل في العالم لمستوى كبير من سنة 2015. من المفروض القوة المشتركة المعروفة بـ FMM بالتنسيق مع مكتب هنا الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قاعدين بسووا في قوين هنا الشراكة ليحسنوا الأمل الإنساني في إقليم هنا بحيرة تشاد. الكلام ده كان أكده الجنرال إبراهيم سالو ألي القائد هنا القوة المتعددة الجنسيات خلال الزيارة الغامبية رئيس هنا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تشاد ديودوني باموني في يوم 28 مايو 2024 في المقر هنا الـ FMM. باموني كان اعترف بالتقدم الحققه في التوئية في المنظمة وقال نشاطات هنا الشؤون الإنسانية دي تستمر في تشاد ويقدم الدعم للسكان المتضررين ولأهمية جهود هنا التعاون ويقوي السلام والاستقرار في كل وقت. رئيس مكتب الشؤون الإنسانية بقول بكونهم بيساعدوهم في التدريب. الجهادين كان قتلوا 30 قناصين صيادين عن البحر في شمال شرق عن نيجيريا ودرد للجيش الكان ضرب وقتل كثير من مقاتلينهم. والمصادر عن المعلومات ده مرق من يوم الثلاثاء 28 مايو 2024. الانده العلاقة بتنظيم عن الدولة الإسلامية في غرب عن أفريق المعروفة بإسواب دخلوا في جزيرة من الجانب هنا نيجيريا من بحيرة هنا تشاد في ولاية هنا بورنو وقربوا الصيادين القناصين هنا الأسماك وقتلوهم في نقع وسيع. والمهاجمين دول دخلوا في 3 جزر بالمراكب السريعة وطلبوا من الصيادين دول خليه يلموا بكان واحد قبل ما ينفذوا فوقهم عملية هنا القتل. ده على حسب رواية هنا إبراهيم ليمان قائد هنا الميليشيات وزاد بكونه قتلوا كثير من الناس وطاردوهم الكان حاولوا الجري وطلقوا وطبقوهم بالرصاص. بقت واحدة جلسة عمومية يوم الثلاثاء في قصر الديمقراطية وخلال هذه الجلسة العامة دي تم الإعلان عن تعيينات جديدة ياتهم التعيينات الجدد. مزيد من التفاصيل مع الزميل جعفر عمر أبو بكر. في كومالا هنت الجلسة العامة الكان رئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الانتقالي ألي كولوتو تشايمي كان عينوا شخصيات جديدة من ضمنهم أباجيدا مامار محمد مستشار لبهيل محل هنا محمد تانا بادي وواتف عثمان ألي كرئيس هنت المجموعة البرلمانية للحركة الوطنية للإنقاذ الإمباس. ودي فرصة لألي كولوتو تشايمي بطل من الأداء جدد خليه بيزيدوا من الاتحاد. من جانب المستشار أباجيدا مامار محمد نظرا لخبراته لمواجهة الحنبول والتحديات الجاية قال هو معروف بكون الإدارة هي استمرارية وبتأهد بكون يكون على قدر المسؤولية من نجاح هنا مهمته. ونشير بكون التعيينات دي بتنكتب في إطار كادر هنا التعديل الوزاري هنا الأعضاء المجلس الوطني الانتقالي الكان قبل أيام. هو واحد من الوزراء الجدد أبو بكر جرمة ومي يستلم وزارة الشباب والرياضة في وقت الرياضة ما قاعدة تلبي إرادات التشادين. هل يقدر يواجه في التحديات دي؟ مزيد من التفاصيل مع الزميل عبد العزيز محمد أبو بكر. أبو بكر جرمة ومي وزير الشباب والرياضة جاء في وقت الفيدراليات اللاتشاديات قاعدين بواجهوا صعوبات وبالأخص الفيدرالية اللاتشادية هنكورة الخدم 3 سنة عندها ما نفذت أي شيء وفي 3 سنة الورشات هنت المباني هنا ملعب إدريس محمد أويا بالهنية أخرت الورشات الصغيرة دي قد ترجع للرئيس القديم هنا اللجنة الريادية التشادية
أبكر جرم أومي عند 5 سنة ممكن ينظم الريادة التشادية. الشركة الوطنية للكهرباء مرقت 1 قرار وقفت فوقها نشاطات شركات هنا مصانع الجلاس القاعدين بيشتغلوا بالكهرباء الوطنية في العاصمة. القرار ده أثر في بعض من المصانع هنا الجلاس. مزيد من التفاصيل مع الزميل جعفر عمر أبو بكر. المصنع هنا الفابريك جلاس موقف وما قاعد بخدم، وأسبابه كمان النقيسة هنا أنتين هنا الكهرباء. في الأسبوع الفات الشركة الوطنية للكهرباء المعروفة باسمه قررت ما تنتي وما توفر الكهرباء لسياد هنا الجلاسات، وده لإشان تغطي وتكفي طلبات هنا المواطنين وتزودهم بالكهرباء. والعملية دي أثرت في سياد هنا المصانع هنا الفابريك جلاس. عدم وجود هنا الجلاس تأثير ده ما للتجار وهيدهم، ولكن ما قادرين بغطوا بالكفاية، عندهم صعوبات في الأيام دي. من السنة جاءت أنا ما قاعد يشخلوا السكرة الجزول صوب 30 وحاجة، علينا ماشين ده يعني بخسارة، وشبنا كيف بخسارة، وسنة بتن جاشا في قطع علينا قال شغل القطو فوق، قول علينا اللي سما يرب من راس بقارة جوبز وقطو وشالو راس شنو ما نعرف ده الحاصل. وسالين ده أي ناس مش الفابريكا جينا ده، وقما أول ما ما أنا سوق بناس جول بسوق أنا بالإنجيري دول، كان عجنا عندنا بالإنجيري دول وقال نشغل في بالإنجيري ما نعرف سوق إلا الفد اللي ده 100 ولا 200 بس يتنى كان انتوا الإيالات البر خلاص. في الشوارع هننجمينا الإجراءات القوية الشالات على الإسنة الشركة الوطنية للكهرباء ضد المصانع هنا الجلاس سمارة أي فروي حقا بدأ بنعكس للتشادين. وبالخبر ده وصلنا لنشرتنا هنا اليوم تلفزيون تشاد انفو. اتمنى عليكم السلامة والصحة والعافية. في أمان الله.